السفر. وصلنا للمطار كيما راكم تشوفوا، رانا مسافرين انا ومحمود. المفاجاه هي انه رانا مسافرين للجزائر. صباح الخير، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، تكونوا بخير احوالكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. رحب كامل المشتركين يا اخي. لما نبتدي صباح الخير، صباح النور، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، تكون صحتكم بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد، في نهار جديد، في بلوج جديد. ان شاء الله تكون صحتكم بخير واحوالكم. ان شاء الله رانا فرحانين بزاف، راني انا ومحمود قاعدين هنا نفطروا، قاعدين هنا نفطروا. المهم هبطنا للقاهره لانه عندي شغل هنايا ان شاء الله. من بعد تولي وتعرفوا ما شاء الله تعرفوا. المهم دوكا نفطروا بالعقل لانه ما وصلناش بكري اصلا، ما خرجناش بكري من الدار تقريبا ربع تاع الصباح ولا ثلاثة، وصلنا هنا تقريبا على 11:30. فدوكا نحوسوا شويه من بعد ان شاء الله نوليو نروحوا للشغل اللي عندنا. المهم بقينا نفطروا، جات فايت علينا وحده تبيع في البارفا، وهذاك شوفوا عجبتني هذه البارفا هايلة. اول مرة ان نشم واحدة هكا هادية شوية هنايا، لانه دائما اللي نلقاهم شوية قاويين كاسحين شوية، غير هذيك اللي شريتها المرة اللي فاتت الفانيليا هذيك مليحة، بس هذه عجبتني الريحة تاعها هايلة هايلة هايلة. كاين هكا كيما راكم تشوفوا زوج قراع، وفيها وعطات لي هذه، قالت لك هذه تديها هدية، ها هذه هدية، وانتي تخلصي غير على هذا الزوج، هذا مكان وتدي هذه هدية. بصراحة الريحة تاعها روعة، وهادي يعني ماشي من هذوك القاصحين. أما هذه نستنى، أما هذه ثانية عجبتني، يعني أنا اللي نختار وين هي المليحة، يعني أنا اللي نختار النوعية كيما نبغي، فثاني عجبتني هذه. وهنا البنات اول حاجه لازمنا نديروها هي انه نروحوا نفطروا، ولازمنا نشربوا كاس تاي. بالنسبه للتاي المهم انا ما عندي حاجه فيه، يعني عادي نشرب مرات نشرب مرات ما نشربش. اما محمود مدمن عليه، لازم شوفوا كل ما يشربش كاس صباح تحسوك شغل ما ناضش مليح، ولا تحسوه ما عباش كيفاه نهارو كامل راسو يبدا يوجع فيه. راكم تعرفوا كاين المدمنين، احنا عندنا على القهوه، انا عندي بابا انا مدمن، لازم كي ينوض الصباح لازم يشرب القهوه، في الظهر ثاني لازم يشرب القهوه، فهذه الحاجه يعانيو منها. على بالكم مرات هكا نحمد ربي نقول الحمد لله، لي انا مثلا مانيش مدمنه قهوه، لانه بزاف نشوف بنات هنا في مصر تكمل لهم القهوه كيما جات الكورونا، السما قفلوا عامين ما لقاوش كيفاش يجيبوا، كانوا يجيبوا. كاين الناس هكا تجيب مثلا بالدراهم السلعه اللي يبغي يجيب بالكيلو هكا، فيجيبوا البنات اللي يكونوا محتاجين. اما من نهار جات الكورونا البنات، كاين بنات بزاف مساكين قعدوا يعانيوا على القهوه. هي كاينه القهوه هنايا بصح ماشي كيما القهوه تاعنا، السما ما جاتهمش، كاين قهوه مصريه تونسيه عادي بصح ما جاتهمش كيما القهوه تاعنا، قعدوا شوفوا يعانيوا. مرات نقول الحمد لله يا ربي انا كون نشرب القهوه كون يوجع يعني راسي هكا، ما على باليش علاش. المهم بعد ما كملنا رحنا كتمشينا، رحنا دخلنا هنا كيما راكم تشوفوا في سوق العتبه، لانه كنت باغيه نشري فاليزه فحبيت اني نشريها، عباكم يكونوا في سوق العتبه ارخص بزاف، ميم كاليتي يعني مليحه هايله كيما تاع الحوانيس، بصح في سوق العتبه يكونوا ارخص، وميم اسيوط تكون العتبه ارخص على اسيوط بزاف بمراحل. المهم هنا كيما راكم تشوفوا انا الفاليزه تاعي داتها ماما نهار جات، لانه طلعتها معايا للطياره، مديتها تطلعها معايا للطياره، وانا قلت نشري واحده اخرى. فدخلنا هنا، عاودنا دخلنا هنا الشارع درب البرابرة كيما راكم تشوفوا، يسموه درب البرابرة، اكيد اللي جاوا لمصر بزاف يجيو هنايا. ننصحكم ثاني اللي جاوا مثلا سياحه يدخلوا هنا، شوفوا هذا الشارع يبيع ديكورات بعيده عن رمضان، يبيع ديكورات هكذا تاع الديار، ديكورات تاع البيوت هكا. اما كي قرب رمضان شوفوا من شهر جونفيا يبداو يحطوا هكا الزينه تاع رمضان. المهم انا المره اللي فاتت كي جيت لقيتهم حطوا بصح ماشي بزاف، بصح هذه المره الله يبارك شوفوا اشكال وانواع، انا عجبوني هذو بصراحه يهبلوا. مثلا هكا في رمضان نحطوا فيها مكسرات، نحطوا فيها مثلا دقله شويه مكسرات هكا، هذا ثاني هلال وفيه جامع. المهم انا كان عندي واحد بلاككم تشوفوا على رمضان اللي فات كنت حطاتو. المهم هذو كيما راكم تشوفوا هذو يسميوها الخياميه، هذا القماش يسموه هكا الخياميه.
فكل شيء كل شيء تلقاوه هنايا. يعني انا بصراحه انا هذا الشارع من عشق، يشوفوا هذا ثاني انا متعه فنانيس. مام الاسعار تولهت ليهم، الاسعار والله ما كيما العام اللي فات، يعني جاتني شويه كرخيصه والله اعلم. الشارع كامل 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 تلقاوه هكا كامل كامل بزينة رمضان، وهذه حاجة تعجبني بزاف 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 بزاف. شوفوا والله العظيم هذه حكيمة، حاجة السما تعطيك كيما نقولوا تعطيك هكا باللي من قبلها بشهرين، والله يحسوك باللي رمضان راه جاي، يحسوك بالثاني بالاجواء رمضان. انا هذو فنانيس شوفوا كاين اشكال وانواع كيما قلت لكم، هذاك تاع الفول، هذو ثاني شوفوا يشعلوا الضوء في الليل هكا، قلت لكم كاين دباسة كاين كل شيء كل شيء كل شيء. يعني ملي تدخلي لهذا السوق تبغى وغير تتفرج هذا مكان. انا ملي ندخل ثم نبقى غنتفرج. المهم هذه المرة انا ما شريتش منهم صراحة، قلت خلي حتى المرة الجاية ان شاء الله هذاك هو يزدو يدخلوا سلعة جديدة ونزيد نشوف اكثر واكثر ونشري بعقلي. يعني هذه المرة بصراحة ما شريتش. بعد ما كملنا المهم خرجنا من هذاك الشارع، هنا دخلنا لسوق العتاب قاعد نشوف في الالعاب كيما راكم تشوفوا. نحب هكا كل ما نسافر والله شوفوا ما نديش الاولاد، كي تكون عندي مثلا حتى هكا ضروريه ولا ما نقدرش ندي فيها معايا الاولاد، نحب هكا كي نروح نفرحهم ندي لهم الالعاب. كل مره هكا لازم كي ندخل عليهم ندخل عليهم بالالعاب، ما عادة هكا فيا والحمد لله يا ربي، ربي يدومها ان شاء الله يا ربي ويخلي لي وليداتي، اهم حاجه اني نفرحهم بركة. المهم بقيت نشوف كيما راكم تشوفوا، انا عجبتني هذه فيا الجوري لانه كل ما نشيلها نشيلها هكا حاجه عاديه صغيره، فحسيتها هذا المره انها كبرت، فقلت في بالي بالك نشري لها حاجه تكون مثلا تولي تعرف لها. خلاص ما بقاش نشيل هذوك الحوايج الصغار اللي تكون مثلا كيما عمر مازال هكا نشيل طوموبيل صغيره ولا ولا هي حسيت انه لازمها نشيل حاجه هكا خلاص ولات تعرف. لا عمر بابا اختار له هذا الطوموبيل كيما راكم تشوفوا فيها، تمشي تيلي كوموند، هذا هو لبنات السوق. قلت لكم كل شيء تلقاو فيه الحوايج اللبسه، الماعن، كيما نقولوا يبيعوا الزرابه، كل شيء الفريش كل شيء كل شيء تلقاوه هنايا، ومن اجمل الاسواق. طبعا كل اللي زار مصر اكيد راه جا وشاف سوق العتبه هذا. هنا كيما راكم تشوفوا لا غير بقيت نشوف، يعني ما شفت منهم هذو البنات يديروا 35 الف للواحد، بصح كون تدي ثلاثه يحسبهم لك ب 100. فقاعده نشوف عجبني واحد السنفور هكا، شوفوا لقيت واحد الطفل هازو هكا، ومن بعد ولا كان حيدي كنت باغي نصوره، هيا من بعد ولا مشى شوي وجا قال له لا لا باغي نرجع وحنا ندي واحد الحاجه واحده اخرى ولا بدلو، قلت له غنهزو نصوروا لكم. شوفوا هذا هو كي رجعوا قلت له غنصوروا لكم. مرة على مرة ان شاء الله نولي هكا كل ما نخرج ندير لكم جولات سياحية هكا في المناطق اللي نروح لها ان شاء الله. المهم هنا كنا اخترنا هذا الفاليزة كما راكم تشوفوا فيها، وكان محمود اختار هذا اللون، هذه هي صغيرة نقدر نطلعها معايا للطيار يسمى، فاختار قال لي نختار هذا اللون احسن. وكاين ثاني اشكال والوان بصح شوفوا كاين موديل واحد اخر دوك تشوفوا معايا عجبني بصح جاتني صغيره بزاف، ها كيما هذه صغيره ولا المتوسطه تاعها ما تقدرش تطلع الطياره. تبان لكم باللي راهي صغيره المتوسطه تاعها بصح ماشي صغيره، لازمها تطلع ماشي تطلع معاك تروح باجاج ما يخليوكش تطلع، ما صغيره خلاص جاتني صغيره بزاف بزاف. المهم هنا بعد ما كملنا ما كناش تغدينا طبعا، بالدوره بالدوره احنا ملي نروحو احنا ندورو ما ننساو الماكله خلاص. المهم هنا كيما راكم تشوفوا حكمنا الطريق للمطار. المطار تقريبا واحد نص ساعه ولا نوصلوا له هكا كي يكون البيس سريع السما نص ساعه. المهم هنا جبنا كيما راكم تشوفوا ديك بيتزا نشريوها غير من المخابز، هذا مكان يعني ماشي نشيوها من البيتزيريا ولا من المخابز تشريوها. جبت معايا واحده قلت باش ناكلها كان نسد بها هذاك الجوع تاعي اللي راه فيا، ومن بعد كي نوليو من المطر راني ناكل. المهم هنا تقريبا كانت الخمسة وجبت ثاني اكلير، انا ليش قتاي كيما تعرفوني الاكلير. هنا حكمنا البيس، المهم حكمنا البيس هو الاول، وصلنا لطريق المطار حطنا قدام المطار، ومن بعد كاين لي بيس هذو اللي راكم تشوفو فيهم تركبو فيهم يعني بلا دراهمه،
يدخلوكم حتى للمطار. هذا بالنسبه لي يدخلوا المطار، ثم يدخلوكم عادي تدخلوا البلاد راه. هنا اول حاجه دخلنا المطار القديم، بعد عرفنا باللي المصري الطيران تحبس في المطار الجديد، عاودنا رحنا ركبنا ودنا المطار الجديد عشان الضوء اصفر. وصلنا للمطار كيما راكم تشوفوا، رانا مسافرين انا ومحمود. المفاجاه هي انه رانا مسافرين للجزائر. هيا محمود شوفوا، جبنا الفاليزه تاعنا ورانا رايحين. راني متحمسه بزاف بزاف، ان شاء الله ان شاء الله يا ربي هذا الكلام نقوله لكم عن قريب ان شاء الله المنجد للمطار، وهي انه الحمد لله ربي لقيت واحده باش تجيب لي الاوراق تاعي باش نكمل الباسبور. قولوا لي احد سافر بلا باسبور. المهم لقيت واحده باش تجيب لي اوراقي نكمل الباسبور تاعي ان شاء الله، وكل يوم نعاود نجي للمطار يا اخي محمود. ان شاء الله يا ربي عن قريب نجي للمطار باش نطيروا بها. ورم طياره لي راح تشوف تنظر طلع والله شتهم جاتني الدمعه ان شاء الله. على بالكم ليا مسمسم تجري، ما عنديش بزاف من اللي جيت ما اديت ماما من نفس المطار هنايا المطار الجديد، ورحنا المطار القديم هو الاول انه نحسبوا المصريه اللي طيران تهبط ثم. المهم ولينا عرفنا باللي تهبط هنا في المطار الجديد، عاودنا جينا ليه ورانا نستناو فيها تقريبا توصل على 6:30 تاع العشيه. هي على فكره مصريه ومتزوجه بالجزيري ثم، لانه كاين بزاف نلقى لي كومونتير يقولوا لي علاش ما نشوفوش باللي جزائريين متزوجين مصريات، غير الجزائريات متزوجين مصريين. بصح كاين بزاف بزاف بزاف. محمود راح يستعلم يشوفها اذا وصلت دوكا ولا مازالت، راهي 6:30. حوسنا شويه حوسنا، من بعد دوكا جينا باش نديو الاوراق تاعنا ان شاء الله يا ربي. وللاسف للاسف للاسف اليوم الخميس، كون جات اليوم الاربعاء ولا كل يوم رحت السفاره طول ديت من السفاره، اليوم الخميس لازم عليا نروح ونولي الاثنين ولا ثلاثه، لانه هي تفتح بالحد، تفتح نهار الحد حتى الحد باش تفتح، فما نقدرش نقعد 3 ايام كاملين ولا 4 ايام هنا في مصر. لازم نقعد، لازمني نروح دوكا ندي الاوراق ونولي لهم ان شاء الله الاثنين ولا على حسب الخدمه تاع محمود، لانه مسكين كل مره يغيب، كل سمانه يغيب، كل سمانه يغيب. هيا الحمد لله ان شاء الله ربي برك يسهل لي. ايه ان شاء الله يا ربي المره الجايه ان شاء الله ندير لكم فلوق هكا مع الاولاد ونقول لكم رانا رايحين البنات، رانا رايحين للجزائر. ماما نهار وصلت جات من هي كما راكم تشوفوا من هي، لانه كان جايه مع القطر ياسما ذوك دول الخليج كان جايه معاهم. اما بالنسبه لمصر للطيران دوك توصل هنا. داتي سادتي نوري لكم اللوك تاع محمود الجديد، شوف شوفوا اللوك تاع محمود تعجبكم؟ اذا عجبكم نقدروا نشريو له هذا بلي كولير. او شوفوا الجزائر متوقع مازال ما وصلتش، رانا نستناو فيها على بالكم راه واحد البرد. ما نحكي لكم شان المطار فيه البرد بزاف، المهم درت هذه على راسي لانه برد فمازالت ما جاتش تقريبا راهي 7 بصح ما على باليش الطياره مازالت ما هبطتش، قالوا انه مازالت ما وصلتش بالك دايره الروطار ولا، فرانا نستناو صاي. المهم البنات بغيت غير نقول لكم لانه كاين بنات بزاف قالوا لي زينب علاش ما تبعتيهاش مع البنات اللي ساكنين ثم، يعني اللي ساكنين انا في مصر وراهم في الجزائر. المهم البنات انا محتاجتها ضروري هذا الايام، وهما تقريبا ماشي مروحين دوكا، ف ماشي مروحه دوكا اصلا، فانا لازمني نحتاجها دوكا. شفت واحد قريب يجي يعني في هذه الايام باش نزرب نخدم باسبور، هو اصلا الباسبور مده تاعو لازم شهر باش يتخدم، فانا لازم لي مده كبيره، فشفت واحد يكون يجي في قريب يعني في الايام هذه عليها قلت لهم. اما اللي رام في الجزائر كامل ما رامش على بالي، ما رامش جايين دوكا، ممكن يجي قبل رمضان ولا، وانا ما قدرتش نستنى لانه مديسيديا ان شاء الله بالك 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 اذا سهل لي ربي ممكن في رمضان هكا نسافر في اوائل رمضان ولا. هيا ونشوف محمود راه جاي من باش جات الطياره ولا جاي. مسكين برد جيت مش يشوف فيا مره جيت. محمود جيت مازالت ليه المفروض بقى 18 ميل. شوفوا برد محمود، برد محمود برد. انا درت هذه انا كون راسي برد
نعشي عندي جقيقة في راسي كنت تحكمني والله نبات في شدة، فلازمني ندفيه. هذا تاع ماما كل ما نخرج نجيبه معايا. عبيك هيك تضحك ليه؟ شك في راك ليه في روحك. انا بردانة كمان بردانة اي رانا نستناو صاي والله غير خاب دوك نعاودو نروحو ونعاودو السمانة الأخرى نجيو باش نعاودو نهضو. بصح إن شاء الله تكون هذه هي الأخيرة، إن شاء الله يا ربي نروحو نعاودو، إن شاء الله تكون هذه هي تسهل لنا، إن شاء الله يا ربي نروحو للدار نعاودو نجيو نحطو على التصفر ونكملو كل شيء. الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، الأوراق تاعي راهم وصلوني، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والله العظيم غير بكيت أباكم هاد الإحساس مالغري يعني ماشي حاجة كبيرة ولا ورق، بصح بكيت. شوفوا هبطت الجزائرية وبداو يخرجوا، كانت هبطت من دبي وكانوا هبطوا من الجزائر. المهم بالنسبة للجزائريين معروفين، الجزائريين من المشية تاعهم محمود سبحان الله قال لي من مشيتهم معروفين، هبطوا رجال وهبطوا ثاني نساء. قال لي هذو، قلت له هذو هم جزائريين، شوف هذا قلت له جزائري، سمعناه يحكي جزائري صح، وكاين نساء ثاني هبطوا جزائريين. سبحان الله حنا الجزائريين والله العظيم معروفين من مشيتنا من من حركات تاعنا معروفين. المهم الحمد لله يا ربي المرا جابتها لي، شكرا لها بزاف زب 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 زب. جات وشوفوا قالت لي هاي الامانه تاعك، قالت لي يعني سلمتها لك، قالت لي كش ما تسحقي، قالت لي وراني مروحه يعني بعد شهرين هكا نرجع لداري في الجزائر، قالت لي كش ما تسحقي ندي لك كش ما حويت، قالت لي بعثي معايا، قالت لي يعني حاجه ما تخصك، وقالت لي شوفي كل ما جيتيش للمطار قالت لي نجي لك لاي وين البلاصه اللي راكي فيها، نطبطب عليك على الباب ونجيب لك الاوراق تاعك. والله العظيم غير بكيت ما لقيتش واش نقولها، قد ما شكرتها قد ما شكرتها حسيت نفسي ما وفيتهاش كيما نقولوا. جابت لي الحمد لله ربي ويسهل لي دوك نكمل، مجرد اني الحمد لله ربي الاسدوز جابت لي شهاده الميلاد تاعي تاع بابا، يعني دوك ما يخص لي والو. ماما عطاتني يعني بالزايد، قالت لي باش ما يزديش رالك حتى مشكل. دوك انا نستناو في البيس لانه البيس يفوت منا، نهبطوا به ان شاء الله ونروحوا نحجزوا باش نروحوا. هنا البنات حبيت فقط لانه كاين بنات بزاف سقساوني مثلا على اسعار الاكل هكذا، فحبيت اني نوريكم هكا مجموعه من الاكلات ونقول لكم واش طلبنا هنايا واش هو السعر تاعها. المهم هنا كنا رحنا المطعم تقريبا هو يبيع كل شيء يعني سوري معروف في القاهره، فكاين بيتزا كاين دجاج كاين كل شيء، فطار كاين واش تحبي تلقاي، شاورما سوري اي حاجه. المهم احنا اللي طلبناها هي انها نص دجاجه مشويه كما راكم تشوفوا، ومعها الفريت وكان معها سلطه، وتحبي تطلبي الرز هكذا كما راكم تشوفوا، هذا رز بسمتي بصح والله بنين ابيض. احنا كنا خلطنا معاه هذيك الهريسه دوك تشوفوها، المهم سلطه ومعاهم كريم كراميل وهذا الخبز. شوفوا هذا العيش هبني هبلت عليه على بالكم. هذو البنات بالنسبه للطبق هذا يدير بسبعين، نص دجاجه مشويه هكا على الفحم ومعها فريت معها الراوس، تحبوا تختاروا نتوما راوس، تحبوا تختاروا مكرونه اي حاجه تحبوها، ومعها ثاني سلطه ومعها التحليه اللي هي كريم كراميل، تحبوا تختاروا كريم كراميل، تحبوا تختاروا رز بلبن، هما طبعا معروفين برز بلبن. هذه هي طيح لكم سبعين. وكنا ثاني طلبنا بيتزا، ثاني بالنسبه للبيتزا هذه طاحت لنا تقريبا كانت 32 تقريبا 32. واهم حاجه انه الاكل تاعهم يعني والله عجبني بنين، ما من هذاك الدجاج اللي حطوه والله بنين. هذا هو البنات الكريم كراميل تحلي يعني مع الاول طبق من كل شيء دجاج وهكا وتحليه يطيح لكم 70. اخيرا 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 البنات راني وصلت لداري. الحمد لله يا ربي وصلنا بخير، تقريبا 5 تاع الصباح. المهم البارح كنت كملت لكم يعني سجلت لكم، اما كنت في المطعم فخرج الصوت شغل شويه كمغبش، فحبيت اني نكمله لكم دوكا. قلت لكم كيما قلت لكم راح نحجز في القطار، ما لقيناش البلايص لانه كان يوم الخميس والناس كامله مروحه للديارها، فما كاينش البلايص خلاص. احنا كنا نروحوا في القطار تاع هذا الفي اي كاش بلايص، سقسينا على الاسباني هذا ما كانش، قال لك بلاصه ما تسع ما كان والو. شوفوا انا
ما حكيلكمش كيفاش رجعت فشلت، لانه ما نريحش في البيز كيما القطار. شوفوا كنت نروح في البيز عادي، اما من نهار جرت القطار لقيت القطار احسن، لانه الكرسي تاعو يرجع عندك وين كيما نقولوا تكسلي رجليك، تريحي بزاف بزاف. بصح البيت شويه كتجيك شويه ضيق، والكرسي صح يرجع بصح ما يرجعش كيما القطار. ففشلت اقسم بالله، وليت نقول له خلينا نستناو صباع، نقعدوا نستناو صباع ونروحوا. اي الحمد لله ركبنا البيس ووصلنا وخلاص. اهم حاجه انه اوراقي وصلوني الحمد لله يا ربي الحمد لله. والله العظيم غير فرحت 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 فرحت. ماما مسكينه والله العظيم هي اللي دارت لامبوسيبل باش وصلتهم لي هنا. شوفوا ما خلات مسكينه ما دير، ما خلات ما تحوس باش تبعثهم لي في اقرب وقت. مسكينه جابتهم لي على هذا الشركه اللي حجزت منه، شركه الطيران اللي حجزت منه اخر مره كيما جات ليا. هو اللي عيطت له قالت له، عيطت لهم ثم راحوا قالوا لها بلي كاينه واحده مصريه هنا ساكنه في الصيف رايحه لدز. والحمد لله المراه جات وجابتهم لي. وشوفوا مسكينه قالت لي شوفي، قالت لي لو كان ما جيتيش هنا قالت لي نجيبهم لك حتى الباب دارك. وتحكي سطايفي، انا والله غير شوكيت فيها. قالت لي عندي عامين تقريبا والله ما جيت منها تاخذ الكورونا. وتحكي سطايفي سطايفي كاين، لانه كاين بنات اللي قالوا لي ساعتها كيشوفوني نحكي مصري ولا برا ولا مع اي حد يقولوا لي علاش تحكي مصري، وتوم برك تبدلوا اللهجه تاعكم والمصري جامي شفنا مصري يحكي. ما كاينش منها هذه، يعني كل واحد كل بلاد اللي مستقر فيها لازم يحكي كيفهم. فهمتوا انا مثلا نحكي نخرج نحكي جزائري واحد ما راح يفهم عليا، غير ماشي نفتخر بجنسيتي، اما نجيب غير كيما نقولوا يبقاو يشوفوا معاك ويسقسيوك وهذه من وهذه من وهذه من. وطبعا الواحد ما يحبش هكا. فتحكي سطايفي وقالت لي شاكي لاباس، قلت لك فاش خليتي سطيف وهكا. ونشكر ماما ثاني ربي يسترها، هي اللي دارت لي دارت كلش باش توصل لي هذه الاوراق الحمد لله يا ربي. ثاني نشكر الشركه هذو اللي عاوني ونكثر خيرهم بزاف زيب 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 زيب. ما بقى لي دوكا غير اني نروح نحط على الباسبور. المهم البنات انا نروح نبدل حوايجي ونروح ريا شويه لان تعبت بزاف. المهم نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. تهلاو في روحكم، بسلام.